دشن صاحب السمو الملك الأمير أندرو داق يورك مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وجامعة سالفورد مانشستر من المملكة المتحدة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمنطقة سار، بحضور معالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، والدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، ومعالي الشيخ خليفة بن دعيجة الخليفة رئيس ديوان السمو ولي العهد ومجموعة من المسؤولين. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك بإنشاء الجامعة البريطانية على أرض مملكة البحرين بالشراكة مع إحدى أهم الجامعات في المملكة المتحدة، وذلك في إطار علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتنامية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت الكثير من التطور والنمو والازدهار على مدى 200 عام، وشملت جميع المجالات ومن بينها التعليم بمختلف مراحله. وأكد أن الجامعة الجديدة المتوقع افتتاحها خلال سبتمبر المقبل ستشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين والمنطقة من خلال ما سوف تقدمه من برامج أكاديمية، منوها باهتمام مملكة البحرين والتسهيلات التي تقدمها لاحتضان المشروعات الرائدة في شتى المجالات. ومن جانبه أكد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أن إنشاء هذه الجامعة يأتي في إطار اهتمام مجلس التعليم العالي باستقطاب الجامعات الدولية المرموقة وتشجيع بناء الشراكات وتعزيزها بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية بهدف تقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب العصر وتستجيب لاحتياجات سوق العمل وتلبي متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي. لا شك أن هذه الفعالية اليوم تأتي تعبيراً عن العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والتعليم يشكل داعما أساسيا لتطوير هذه العلاقات وأيضا تعزيزها. ويؤكد أيضا أن سياسة مجلس التعليم العالي في استقطاب أفضل الجامعات بدأت تأتي ثمارها، وإن شاء الله سوف نستمر في استضافة برامج أكاديمية مع جامعات أو فروع لجامعات، وأن تكون البحرين بإذن الله تعالى بفضل قيادته الحكيمة مركزا رئيسيا في المنطقة للتعليم العالي. بدورها أثنت البروفيسورة هيلين مارشال رئيسة جامعة سالفورد مانشستر البريطانية على حرص مملكة البحرين على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي وبيوت الخبرة العالمية لتطوير الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع التعليمي المهم. أما البروفيسور كيث شارب نائب رئيس الجامعة البريطانية في البحرين فقد أشار إلى استعداد الجامعة إلى طرح برامج أكاديمية متنوعة، ومنها البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتمويل وإدارة المشاريع وشبكات الحاسب الآلي والهندسة المدنية. هذا وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وشركة باتلكو.